الفرصة الأخيرة، هكذا تطلع المنتخب الكويتي لمباراته المصيرية أمام كوريا الجنوبية طامحا في تعويض هزيمته في افتتاح العرس الأسيوي بفوز يتفادى به الخروج المبكر. المباراة انطلقت بإيقاع هادئ تخلله حذر من قبل المنتخبين، ووسط غياب فرص الأزرق بدأ المنتخب الكوري بتصعيد هجومه بعد مرور نصف ساعة، وكاد لين كيون هو يفتتح التسجيل بهجمة سريعة لولا تدخل الحارس حميد يوسف. تحرك الكتيبة الكورية نحو المرمى الكويتي تواصل، وهذه المرة لم يضيع نام تاي هي فرصة الهدف الأول برأسية محكمة عند الدقيقة 36. مع انطلاق الشوط الثاني بدأ المنتخب الكويتي رحلة البحث عن هدف التعادل، وكاد أن ينال مراده مبكرا، لكن كرة علي المقصد لامست العارضة. العشر دقائق الأولى شهدت هجوما كثيفا للكويتيين توالت خلاله الفرص، لكن دون أن تترجم إلى هدف للتعادل. الحظ السيء لازم علي المقصد الذي اقترب مرة أخرى من هدف التعادل عندما مرت كرته فوق القائم وأغضبت نبيل معلول. وبين البحث عن التعادل من قبل الكويتيين وتعزيز النتيجة لتأمين الفوز من قبل كوريا، انهالت الفرص من قبل الفريقين دون أن تعرف الكرة طريقها نحو المرمى، لتنتهي المباراة بفوز منطقي لكوريا أهلها للدور الثاني، فيما ودع الأزرق الكويتي المنافسات من الدور الأول للنسخة الثانية تواليا في انتظار مواجهة شكلية أمام عمان.